البداية باش تكون في مهرجان كارتاج الدولي في سهرة ناجحة فنيا وجماهيريا اللي هي سهرة النجم الفرنسي نجم الصف الأول كنجي جيراك متخرج من The Voice في نسخته الفرنسية. الحقيقة كانوا حاضرين برشا صغار وبرشا دي ادوليسون دي جون في حفلة كنجي جيراك اللي غنى لايف غنى 99% أغانيه خدم البروفيسيوناليزم سامحوني برشا في الكارير نتاعو عليك كان حاضر في كارتاج قبل بساعات باش يحضر على البروفة مع جماعة الصوم مع الفرقة نتاعو غنى الأغاني نتاعو كيما أندالوس كولور جيتانو غنى جديد وماريا ماريا وغنى ليزيو دو لا ماما كالعادة بإحساس كبير لأنه الغنية هذه تثبت في كل مرة حب الأم ودايوغ جيراك هو اسم أمه حط لقبها في اسمه الفني سهرة رائعة في مهرجان كارتاج الدولي جمعت بين الفلامينكو والموسيقى الفرنسية والرقص نشوفوها توا. جماهير غفيرة أقبلت مساء الأربعاء على المسرح الأثري بقرطاج لمواكبة حفل الفنان الفرنسي ونجم The Voice في نسخته الفرنسية كنجي جيراك. جمهور من مختلف الأعمار كان حاضر في السهرات على أصواته مع أداء جيراك أو الأغنية ليه كوميغو واللي تعد من أشهر أغاني بدايته وعرفت نجاح كبير على الساحة الفنية الفرنسية والعالمية. قدرات فنية وصوتية رائعة أظهرها جيراك في أداء أغانيه بمختلف أنماطها الموسيقية أشعل بها مدارج المسرح وخليت الجمهور الحاضر بأعداد كبيرة خاصة من الشباب يتفاعل معه ويرقص ويردد أغانيه وهذا ما زاد جيراك في قاع المسرح. ورقص وعزف على الجيتارة وغير أكثر من مرة ملابسه وتفاعل مع الجمهور بكل تلقائية وإذا ما يعكس فرحته بالنجاح الجماهيري اللي حققه اللي يعتبر حلم كل فنان يصعد على مسرح كارتاج. جمعت بين الرقص والموسيقى لقات استحسان جماهيري كبير فكنجي جيراك النجم الفرنسي الصاعد جمع في أعماله بين الكلمات والإيقاعات الفرنسية والإسبانية واستطاع بالكشف أنه ينقلها الجمهور للغربي فقط بل العربي وخاصة التونسي اللي تفاعل معاه بشكل كبير.
شو الحق سيتي تيلمون مانيفيك احسن حفله سيتي بيان باسي عجبني على الاخر الفستيفال ان شاء الله عاود تجي ونعملوا برشا جو طياره على الاخر محليه عملنا برشا جو واستحنا برشا ومحليه انسان باهي ياسر متواضع وكل شيء وجونتي ومحليه كل شيء مكان نفتخروا به برشا يعتبر شادوفغ معماريه اللي هو مسرح دقه كنا حاضرين في سهره تجمع بين يوما وصبري مصباح يوما اللي قاعدين يخدموا بطريقتهم الخاصه في اغاني عاطفيه وهذا دوبوي البومهم الاول اللي اسمه شورى صدر في 2016 صبري مصباح ايضا اللي قاعد يخدم بين الايقاعات الشعبيه والموسيقى العصريه غنى من البومه الاول اللي هو البوم اصلي على كل حال حفله فيها برشا موسيقى الموسيقى هذه فيها برشا ريشيرش نمشي ونشوف الروبورتاج بامضاء زميلتنا ايمان عبد القادر يكون بالاصل الجمهور الشبابي يتراوح الاعمار بين 16 و 28 سنه هذه معناها السيبل نتاع الجروب يوما وصبري مصباح ان شاء الله باش تكون سهريه حلوه برشا سيرتو معناها تشوفوا ورايا معناها الديكور نتاع دقه يعمل 66 كيف ديجا يستقطب معناها برشا عباد يجيو غير كو يشوفوا الديكور هذايا حاجه حلوه اكتشاف دقه يجيو لاكتشاف دقه كموقع وإحنا اخترنا الليكيب تخدم معنا سنين إن شاء الله في مهرجان دقة كلهم شباب دي جون ديناميك يحبوا يعملوا حاجة باهية وبالنسبة لجمهور دقة ما هوش يختصر على مدينة برسخ ودقة يعني فما إقبال كبير برشا من العديد من الأماكن من تونس العاصمة من صفاقس من نابل من كامل يعني تراب الجمهورية قاعدين يجيوا لانه قمنا يعني من خلال يعني من خلال الاستراتيجيه انه ندعموا النقل باش يعني وفرنا النقل مع شركه تونسيه للنقل بين المدن مع يعني وكالات اسفار اللي قاعده تجيب في جمهور الدقه وان شاء الله نكونوا وفقنا ضو النهار على خدي لحظه بكار النهار يا تنحج فيك ظفرة شعرك بين يديك حلم بزوز شبار ونحب يا تنحج فيك جلي خطوة خفيفة ريش وجهك كيف يحمر
حاجة فيك ألف حكاية ونسرح فيك سمع ولاد الصغار ونحب نادم حاجة فيك مقتطفات من ألبومنا الأولاني شورا والألبوم الثاني غبار نشوم توا صافي 3 mois qu'on tourne en groupe match en duo سين مزيانة برشا فما هكا فما انرجي ياسر محلية والبلاصة ياسر محلية دونك ان شاء الله نعملوا عرض ممتاز. هذه أول مرة نحن نشاركوا في المهرجان الدولي نتاع دقة بالحق معناها بلاصة مزيانة برشا عمري ما جيت لهنا أول مرة نجي وإن شاء الله مش آخر مرة. شنو حضرت أنت شنو باش تغني بها؟ نحن عندنا نحن في الجروب الجروب نتاعنا اسمه يوما اللي ما يعرفوش الجروب خلينا نعرفوهم بالجروب اللي ما يعرفوش الجروب الجروب نتاعنا اسمه يوما متكون مني أنا صابرين جنحاني ورامي زغلامي الجروب هذا تكون عام 2015 نحن نعملوا موسيقى باللغة التونسية مش اللغة التونسية العتيقة أما الموسيقى حديثة وهكا معناها كونتمبورين وقت كلامي باقي في مينو تحت العذرة تنفخ ريحة الزخفيف وتبقى القدرة وانتي ويني وانتي ويني وانتي ويني شوف هناها طوها سرابو فاها خيالو باها عندك فكرة عن الموسيقى اللي قدموا فيها؟ اي زوز يوما يغنيوا فولكلور وصبري مصباح يغني تونسي يعني زمني سوا ديزون اول مره اليوم تجي للدقة ولا جيت قبل لي جيت بيسكو تبرس قريب جيت ثاني مره سنه جيت من تسور جيت سبيسيالمون للعرض سنه اول عرض هذا في مواكبتك المهرجان دقة لي جيت عمني ورجعت سنه خاطر نحب يوما وصبري مصباح جيتهم سبيسيالمون اليوم هما تعجبك نوعية الموسيقى اللي قدموها؟ ياسر محلاها شنو اللي عجبك فيها بالضبط؟ ماش الكلام نتاع الأغاني نتاع يوما ياسر محلاهم حتى صبري مصباح يعجبني على الآخر من باجا جيتوا سبيسيالمون اليوم مهرجان دقة؟ أي عندكم فكرة على العرض؟ نورمالمون شنو اللي؟ أنا جيت سبيسيالمون صبري مصباح يعجبك الستيل اللي قدم فيه؟ يعجبني برشا كلها حرة والكل مش أجوال سمعوها مرة وقالوا حرم وحلاها عملوها سنة ولا معلف عال الرضي وماتت عندي لي كم فال الريج شاحب واللي لما زاد يا ماك سايز كتبتها لفحال الريج شاحب واللي لما زاد زايد نعاوي الدفا موسيقى كان موسيقى نتاع شباب موسيقى معناتها ديما كلي بعد شوي من الراب ومشاكل الراب وكل الحكايات هذيك كل دونك حاجه باهيه وحاجه مزيانه عنده موسيقى معناتها الناس الكل تحبها ديجا عندها نوع معين من المعجبين معناتها اللي يسمعوه اي نحن نحبوه صبري مصباح وديما نسمعوا في غناه وديما نويك بالمهرجان نحن شنو ما الاغاني تحب تسمعها من صبري الكل جنرال مول الكل ديما نسمع هذه اول مواكبه ليك سنه في مهرجان دقة ولا بما ان كل دقة ديما تحضر في المهرجان لا نحن نحضروا ديما بانتظامه اي ديما نجيو ان شاء الله نعملوا جو كما نقولوا غيروا عليك حتى من الشمس تهب وبلادنا احنا خاصة
واحنا تبرزقية ونحبوا تبرسق وديما جا وديما دقة هكا وان شاء الله ديما حافلة وديما منوري. ديما تواكبوا المهرجان دقة؟ والله كي يبدا فما عروض كيما هكا ما فلتوهمش. ليديسيون هذي وليديسيون اللي فاتت كانت طيارة على الآخر وان شاء الله ديما هكا. ان شاء الله يتحسن. عايش منورة الليلة ان شاء الله سهرية باهية ان شاء الله نفرحوا ان شاء الله ديما تونس ديما فرحانين الكل. حق المروج الخف والبحر والصحراء حكي الوفاء والصبر والود والعشرة حكي المروج الخط والبحر والصحراء حكي الوفاء والصبر والود والعشرة ما فيك من وديان واد مجر دوما يان ما فيك من وديان واد مجر دوما ليان لا يوم عن لا دهوني يا زينة البلدان لا يوم عن لا دهوني يا زينة البلدان يا مصواع السمر يا تونس الخضراء يا مصواع السمر يا تونس الخضراء لا 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 بعد سينجل جديد اللي قدمه باللهجة المغربية أحلى حاجة يرجع المرة هذه لمهرجاناتنا الصيفية الفنان المصري صاحب تترقى فيها بطبيعة نحكي على إيهاب توفيق كان حاضر في إحدى مهرجانات ولاية سليانة. الجدير بالذكر أنه قاعد يواجه في مشكلة قضائية يلبغي عويصة في تونس وهذه المشكلة تربطه مع شريكه السابق الله يكون في عونه. الجدير بالذكر زيدا اللي إيهاب توفيق قاعد يحاول باش يسترجع مجده في مهرجاناتنا لأنه قبل سبق عمل دي كومبلي في المهرجانات الصيفية التونسية كما في كارتاج كما في بنزرت كما في الحمامات والعديد من المهرجانات الأخرى. على كل حال نمشي ونشوفوا هل سينجل هذية رجع إيهاب توفيق في الصورة. الروبرتاج لزميلنا حسن الكريمي. أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين. كل شعب تونس في كل مكان في أراضي تونس أكيد أحب أكون موجود معهم. يمكن أول مرة نيجي لمكتر وسعادة كبيرة إن شاء الله نكون موجود مع الجمهور. في بعض الناس كانوا بيسألوني أنت رايح ده مشوار بعيد قوي وليه، قلت لهم يعني الناس اللي هناك دي ملهاش نفس إن احنا نتقابل معاهم ونفرح بيهم ويفرحوا بينا. يلا بينا نشوف إن شاء الله نعمل حفلة حلوة ليهم. الفنان المصري إيهاب توفيق سهرة فنية في إطار الدورة 48 لمهرجان مكتريس الدولي. قدم إيهاب توفيق خلال السهرة مجموعة من أغاني القديمة والجديدة اللي حبها الجمهور ورددها معه بكل تفاعل وتلقائية.
الدورة هي تحت شعار تلاقح الفنون والحضارات من أجل ثقافة وطنية بديلة بالشراكة الشرفية مع الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة. أبرز العروض كان عرض افتتاح مع الفنان مرسال خليفة، وكان افتتاح ساحة الزعيم النقابي مختار العياري. عنا أيضا هذه الليلة الفنان المصري إيهاب توفيق، عنا الفنانة السورية لينا شماميان، عنا عرض تونس الحالمة لياسر جرادي، وكذلك عنا عرض لقاء للفنان حسين العريبي وفنان من الكاميرون ومن فرنسا، عنا بالي أندونيسي، عنا كذلك عبد الله المناعي، عنا ناس الغيوان من المغرب، بحيث أنه ما يقارب 8 جنسيات ستزور مهرجان مكتريست هذه السنة. سهرة حلوة لقات استحسان جمهور مهرجان مكتريس الدولي اللي يسعى لتحقيق أهداف هامة، منها تثمين الموقع الأثري بمكثر وإحياء مكانته التاريخية والثقافية من خلال العروض المتنوعة الموسيقية والمسرحية اللي باش تشهدها الدورة 48 للمهرجان. توجه المهرجان على أساس أن يكون مهرجان لقاء أو تلاقح الفنون من كل العالم في إطار بناء ثقافة وطنية، وفي إطار الدفع نحو ثقافة وطنية بديلة حقية وجديدة. أيضا الهدف هو هدف تنموي بالأساس، هو فك العزلة عن هذا الموقع الأثري الجميل والرائع جدا والذي يعاني عزلة منذ سنوات وسنوات. نتمنى أن الجمهور يستمتع بحفلات المهرجان، ونتمنى أن هذه الدورة الأولى، نتمنى أن الدورة تتم بنجاح، وإن شاء الله الدورة الأخرى واللي بعدها تكون من حسن إلى أحسن. في مكثر جديد علينا الحكاية مكومية متعادة صارية رائقة ولبس، إن شاء الله ديما التعاود. سهرية طيبة ممتازة، ذكرنا بأيامات ألقوا معناها، وكان قريب ياسر من الجمهور. سهرية تهبل، إيهاب توفيق نحبوه، عملنا جو، إن شاء الله ديما تعملوا لنا سهرية تحبوني. كمانجا الفنانة ياسمين عزيز، وبعد عرض فابلوس في قرطاج عم ناول، تقدم سناء عرضها بيوغرافي ضمن مهرجان ليالي برج قليبيا، المهرجان اللي حاول يأمن في دورته الحالية عروض متنوعة تلبي انتظارات جمهوره. ساتسفيت بالدورة قبل كل شيء؟ اي حتى قبل ما توفى نقول لك اللي عنا نجاح ما شاء الله، ما نقولوش 100% نقولوا 99.99 مثالش. اختيار منكم معناها تحبوا تدخلوا الثقافة هذه يتعود بها الجمهور التونسي؟ والله بصدفة يمكن هي نظرا للبرمجة يكون ممكن سريعة شوية، الليدات التواريخ الفنانين وتواريخنا احنا يمكن جعلت انه يكون هكية، لكنه لما لا يعني الفيولون هذا حاجة حلوة، وهك تشوف انت العرض كيفاش الليلة، يعني الجمهور يحب هالنوعية هذه، فاحنا في نلبيوا له الرغبات نتاعو. احنا نحبوا ديما حاجه جديده، حاجه تحفونا مزينه، لي جون تالنتوز، دونك اقل حاجه احنا ولونكوراج. خدمتها حاجه جديده ومش موجوده ياسر، دونك نحب نشوفوا حاجه جديده مختلفه. ياسمين اللي ما تشبه الحد اطلت على جمهورها الكبير في هالفضاء التاريخي والاثري المميز، وين قدمت لمحبيها نمط موسيقي تداخل فيه الكلاسيكي والشرقي والجاز والبلوز. ياسمين اختارت لنفسها طريق مختلفه، فكانت متفرده في فنها انيق على ركحه سحر جمهورها بابتسامتها وعفويتها. عانقت كمانجتها، عزفت وغنيت وارتحلت بجمهورها العالم الرومانسيه والاحلام.
Donc c'est un spectacle qui parle de mon parcours en tant que musicienne qui fait Chebdit le Kamanja à l'âge de 4 ans, ça m'a dit. Fi Londra, quand on fait la musique classique, donc je n'ai pas choisi la musique classique, qui fait Chebdit la musique à Manata. ومن بعد باش نبدا نعمل حاجات شويه جاز ومن بعد باش ندخل في الالبوم تاع فيوجن اللي خرج ان 2016 كي تي لا ميوزيك فيوجن لا ميوزيك تونسي و موزيكا جاز معناتها ميلونج حلو ومن بعد باش نمشي للالبوم فابيلوس اللي خرج عام ناول ومن بعد على فان باش نعمل جوست ان مورسو نتاع افونغو نتاع البروجي اللي باش يجي وهكا تشوف فما مابينغ ديغيغ نو دونك سي انكور ان شو ما جيتش هنا باش نعمل جوست ان بوتي تروك فريمون حبيت نعمل كوم اون هيستوار معناتها الهيستوار دو ياسمين عزايز وين وصلت وين انا تو وين النيفو نتاعي تو فوالا شنو تعرف على ياسمين عزايز؟ ماما حكيت لي عليها وهي ما كونسيي باش نمشي نشوفها وماما وين جنبك؟ وين الماما؟ ايجا خلينا نشوف ماما اقرب لي عاد يا عاصمة قال لي قالت لك ماما هي اللي جابتني مغرومة بياسمين عزايزة اي والله سي لوكازيون دو خليها تشوف سبيكتاكل حاجة جديدة افيك لو فيولون اي تو بوي هي سي اون ارتيست معناتها في لا جيتار تعمل شون سي لوكازيون جامي دونك طونك فيق ليبيا ضمن أحسن 9 عازفين في العالم في المناظرة العالمية للعازفين الشبان للكمانجا في سيدني الأسترالية. اليوم حاولت تلخص مسيرتها الفنية اللي بدأتها من اللي عمرها 4 سنين في عرض سميته بيوغرافي مسيرة. قالت ياسمين اللي مشوارها ما زال طويل وما زال عندها ما تعطي للفن والجمهورها. خديت ثنية ياسر صعيبة خاطر مش كيما واحد يغني ولا يعزف عن انسترومون تراديسيونيل اللي توانسة الكل يعرفوها، مش كيما واحد يعزف كمانجا ويعمل في الحاجة اللي معناتها فريمون تاع برا اللي قاعدة نعمل في الفيوزيون انتخ سا إلى ميوزيك تونيزيان. نعرف اللي أنا شديت لأصعب ثنية، مي جو سوي فيير هكاك نجم نرقد في الليل ونعرف روحي أنا جو انتخان دو فيير كيكو شوز كي بيان نوفو إي كي فا ريستي بور لو فوتور. مانيش قاعدة نعمل موزيكا نتاع اليوم في الراديو ومن بعد une semaine match yhemhom labed nhab vraiment dans 50 ans wahed yesma avec ou yqoul waouh c'était vraiment recherché et c'était nouveau même pour maintenant. عرض نجح مرة أخرى في أنه يعبر عن شخصية ياسمين عزايز الموسيقية المميزة وعن طاقتها الإبداعية. Thank you.
نواصلوا مع إيمان السيد المرة هذه مع فقرة ستار نيوز اللي باش تخصصها للسينما التونسية بنسبة كبيرة. باش نحكيوا على فيلم بنزين إخراج سارة العبيدي بطولة سندس بالحسن وعرضه في نادي السينما الإفريقية. باش نواصلوا مع السينما أيضا وباش نحكيوا على المشاركة التونسية في مهرجان وهران للسينما اللي شرفونا بحضورهم خاصة الممثلين التوانسة كما محمد علي بن جمعة كذلك سهير عمارة، وتحصلنا على جائزة من خلال فيلم تونس الليل إخراج الياس بكار. تو نكتشفوا في الفيتاير شنية الجائزة. باش نختموا أيضا بأفاتار، هل أفاتار مازال زعما يحصل في إيرادات حتى الآن؟ هذا الكل باش نكتشفوه في فقرة ستار نيوز. مد بن سالم الرزبي، تصويرته للتو ما بين عيوني، لبس سورية كروات، وين شاب يلقاها مسكرة أخرتها. بنزين أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة العبيدي تم عرضه نهار 4 أوت في نادي السينما الإفريقية. الفيلم هذا كان فاز بجائزتين من مهرجان الأقصر عن أحسن إسهام فني للممثلة التونسية سندس بالحسن، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين باسم المخرج الراحل رضوان الكاشف للأحسن فيلم تناول قضية إفريقية. الفيلم فاز زادة بعدة جوائز دولية منها جائزة معهد العالم العربي بباريس كأفضل فيلم روائي، وجائزة العمل المتكامل في مهرجان السينما التونسية، وجائزة أحسن دور نسائي للممثلة سندس بالحسن في مهرجان الفيلم المغاربي، كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للأفلام الفرنكوفونية بلجيكا ومسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي. الممثلة أميرة شبلي توجت بجائزة أحسن دور نسائي في النسخة 11 المهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بعد دورها في فيلم تونس بالليل للمخرج الياس بكار واللي نافس على جائزة الوهر الذهبي. المهرجان كان اختتم تتويج الفيلم الطويل الجزائري إلى آخر زمان للمخرجة الجزائرية ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي للأفلام الطويلة، في حين تحصل فيلم شحن للمخرج كريم الرحباني من لبنان على جائزة الوهر الذهبي للأفلام القصيرة، بينما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم التونسي رقصة الفجر للمخرج التونسية آمنة النجار. قديش عندك تعم في الدياليز؟ 11 سنة. أنا أختك محسوب كيفك، عندي 13 سنة طبنا وتعبنا وتعبت القلوب. فاقت إيرادات فيلم أفاتار للمخرج جيمس كاميرون جميع التوقعات، فبعد طرح الفيلم بسبع سنوات استمر في تحقيق نجاحات مذهلة، إذ بلغت إيراداته مؤخرا 2 مليار دولار و700 مليون دولار حول العالم، متخطي إيرادات أشهر أفلام السينما الأمريكية تيتانيك اللي حقق 2 مليار و180 مليون دولار حول العالم. الفيلم الدور أحداثه حول قصة جندي أمريكي قاعدي تم إرساله القمر بعيد في الفضاء يسمى باندورا، الكوكب اللي تسكن كائنات مسالمة زرقاء اللون تسمى نافي يبلغ طولها حوالي 3 متر، وكانت تعيش بأمان واستقرار قبل وصول البشر اللي جاوا للتنقيب عن معدن ثمين برشا في الكوكب هذا. والمشروع مبني على أساس صنع كائنات مشابهة لكائنات الباندورا وإسكانها بروح الإنسان من أجل دراسة حياة الكائنات هذه. فقرتنا الأخيرة كالعادة نختموا برونديفو باش نتعرفوا مع بعضنا على أجواء المهرجانات الصيفية، ثم اختتامات وثم أيضا مهرجانات مازالت متواصلة. على كل حال المواعيد هذوما تحضرهم لنا زميلتنا رجاء بنزيد. نهار الاثنين 6 أوت 2018 في إطار الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي نلقاو عرض لنجوم من فلسطين بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان الحمامات نلقاو عرض شعر بعنوان ليلة الشعراء بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. مهرجان بنزرت الدولي قدم عرض الكوميدي لطفي العبدلي في إطار الدورة 36 للمهرجان. مهرجان جربة أوليس نلقاو عرض الفنان حسين الدوس. مهرجان صفاقس الدولي في دورته 40 قدم عرض مسرحية ماهوش موجود لكريم الغربي. الدورة 38 لمهرجان قصور السيف سلقطة عرض مسرحية ميغالو على الركح. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام ليالي البرج بقليبيا بعرض فيلم الجيدة لسلمى بكر. مهرجان سيدي بوبكر بالمقنين في دورته 32 يقدم مسرحية المكيو زكية للمسرحي لمين النهدي.
في إطار مهرجان ليالي المهدية في الدورة 43 نلقاو عرض الزيارة لسمير لجمي. مهرجان البحر الأبيض المتوسط نلقاو عرض فنان الراب بلطي بحلق الويد. في إطار الدورة 38 للمهرجان الصيفي بمجرين يكون الموعد مع عرض شبابي لدي جي دو مجرين. 3/7/2018 في إطار الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي نلقاو عرض فنان الراب الفرنسي من أصول جزائرية للجيرينو. مهرجان الحمامات الدولي نلقاو عرض موسيقي راقص من إسبانيا بعنوان كاتدرال. عروض مدار قرطاج يكون الموعد مع عرض المسرحية العرائسية في العاصفة بفضاء المدار. مهرجان سيليانا الدولي قدم عرض الفنان زياد غرسة في إطار الدورة 43 للمهرجان. في موعد آخر سهرة اختتام الدورة 35 لمهرجان جابس الدولي مع عرض الفنانة درة الفورتي. مهرجان بوغرنين الدولي نلقاو سهرة الفنان صابر الرباعي في إطار الدورة 39 للمهرجان. مهرجان نابل الدولي نلقاو عرض مسرحية ميغالو على الركح. مهرجان المنستير الدولي قدم عرض مسرحية المدك. في موعد آخر نلقاو سهرة الفنانة السورية لينا شمميان في إطار الدورة 47 لمهرجان قفصة الدولي. في إطار مهرجان السينما في حومتنا جمهور سيدي حسين السيجومي باش يكون على موعد مع عرض 3 أفلام بابا مسافر جميلة والجن وآخر الروحة. لأربعة 8 أوت نمشي والمهرجان الحمامات الدولي ونلقاو عرض موسيقي تونسي بعنوان عروق لبدر الدين الدريدي يصاحبوا عرض موسيقي بعنوان فريق المقام لزياد الزويري. مهرجان بنزرت الدولي نلقاو عرض ليو روجاس بمسرح الهواء الطلق ببنزرت. مهرجان الجم الدولي قدم عرض لدم دو بلوز في إطار الدورة 33 للمهرجان. مهرجان سيدي أبو بكر بالمقنيني قدم عرض الفنان اللبناني زياد برجي. في موعد آخر سهرة افتتاح مهرجان الياسمين رادس بعرض الراشيدية. في إطار مهرجان السينما في حومتنا يكون الموعد مع عرض 6 أفلام بعنوان المفتاح غورة ثاني ساعة على هذه الأرض ما يستحق الحياة وفلاجة 2012 بالزهروني. مهرجان سيليانا الدولي نلقاو سهرة فنان الراب أرمستا في إطار الدورة 43 للمهرجان. مهرجان المنستير الدولي قدم في دورته 47 سهرة الفنان الشاب مرتضى. هكا نوصل لنهاية حلقتنا لليوم من ثقافة بلوس. هكا فما شوية تنويع، شفنا الأغنية الشبابية الفرنسية مع كينجي جيراك، شفنا أيضا الأغنية العاطفية مع يوما، شفنا أيضا جديد صبري مصباح، شفنا جديد أيضا الفنانة التونسية عازفة الفيولون ياسمين عزيز في عرض بيوغرافي في برج إقليبيا. أنا بقى لي كنقول لكم بسلامة وفي لمان ثقافة بلوس، والكيب متاعها يقول لكم أبلوس.